السلام عليكم ورحمة الله. نشرة إخبارية مباشرة تأتيكم من قناة العيون، نستعيدها كما العادة بالعناوين الرئيسة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصدر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، ويوصي مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المنصب لمدة 12 شهراً، وعلى غرار السنوات كما يستعرض المستجدات التي عرفت قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الميداني والدولي. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن دينامية الدعم المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من أجل مستقبل الصحراء المغربية. وبالعون التوقيع على اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة، خاصة في القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والتربوية السياحية والبيئية. وضمن النشرة لاحقا، مؤهلات طبيعية واعدة للقطاع الفلاحي بجهة الداخلة وادي الذهب تجعل منه ركيزة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية بالجهة. أهلا بكم وللتفاصيل. مستهل النشرة من نيويورك، حيث أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تقريره السنوي حول الصحراء المغربية الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2025. وعلى غرار السنوات الماضية يستعرض هذا التقرير المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية على الصعيدين الميداني والدولي، ويقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي إلى الوقت الراهن. كما يتناول الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها. ويتطرق التقرير كذلك إلى قضية حقوق الإنسان، مستعرضا المساعدات المقدمة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وكذا حماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وانتهاكات الحقوق والحريات في المخيمات. ويخلص التقرير إلى تقديم توصيات، من بينها على الخصوص تمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا. وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا يوم 30 أكتوبر الجاري من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة الأمريكية التي تشرف على صياغة هذا التقرير. وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن دينامية الدعم المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من أجل مستقبل الصحراء المغربية. التفاصيل مع سعود خشونة. في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز السيد هلال أن أزيد من 100 دولة عضو من كافة المناطق و19 دولة من الاتحاد الأوروبي وكذا منظمات إقليمية عبرت عن دعمها الثابت للمقترح المغربي باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الذي يتسم بالجدية والمصداقية من أجل حل سياسي. وتطرق السيد هلال إلى فتح قنصليات عامة لأزيد من 30 دولة في مدينتي العيون والدخلة، مشيدا بدليل على الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء، وأشار إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية تعد الأساس الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، موضحا أنها تضمن تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، كما أنها تساهم في إعادة إحياء المغرب العربي على أسس المبادئ الكونية لحسن الجوار والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. بالعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار بين كل الأطراف المعنية بهذا الملف، يمكن التوصل إلى حل لهذا النزاع المفتعل. ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يضمن للساكنة المحلية تدبير شؤونها المحلية. إنه حل سياسي واقعي وذو مصداقية، ويتمتع بدعم واسع على الساحة الدولية.
وأكد السفير عمر هلال أن لهذه المبادرة الفضل في التطلع إلى مستقبلها في انسجام تام مع ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده الشهر الماضي في نيويورك، مسجلا أن على الجزائر أن تلتقط هذه الرسالة وأن تستوعب بعد مرور 50 عاما أن مشروعها الانفصالي في الصحراء فشل بشكل ذريع. وخلص السيد هلال إلى أن الصحراء أصبحت مغربية مجددا في عام 75-900 و1000 كما كانت منذ الأزل. تم اليوم بمدينة العيون التوقيع على اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة إرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار التعاون اللامركزي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من قبل رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون وعمدة مدينة إرلينغتون بمقر جماعة العيون بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء ورئيس مجلس الجهة وعمدة مدينة كولومبوس الذي يشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين. تفاصيل وفاء في متابعة النعمة الدودي بكاميرا المحجوب دودي. بداية جولة الوفد الأمريكي رفيع المستوى كانت بلقاء مع والي جهة العيون الساقية الحمراء، وفد ضم تشكيلة رؤساء هيئات مؤثرة ومجالس محلية منتخبة في الولايات المتحدة الأمريكية. والهدف من الزيارة الاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتنموي بالمنطقة من خلال الوقوف ميدانيا على مختلف المشاريع السوسيو-اقتصادية والتنموية بالعيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، بغية تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكات بين هيئات المجالس المنتخبة في الولايات المتحدة الأمريكية ونظيرتها في الأقاليم الجنوبية. Both communities have strong medical education. كلا المجتمعين يملكان نظاما تعليميا طبيا قوي. كلية الطب هنا ولدينا في أرلينغتون أكبر نظام طبي عام بالولايات المتحدة الأمريكية، وبإمكاننا التعاون على المستوى الرياضي أيضا لأن لدينا 7 أندية محترفة وكأس العالم لكرة القدم ستقام على أرضنا في تكساس. وبفضل الصداقة والعمل المشترك معا يمكننا فعل أشياء كثيرة. نعم نستطيع فعل الكثير وليس هناك مكان أفضل من المغرب للقيام بذلك. الزيارة التي توجت باتفاقية توأمة بين مدينتي العيون وأرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية تندرج في إطار رغبة الطرفين في إرساء علاقة صداقة بناءة أساسها التعاون الثنائي والبناء في المجالات الاقتصادية الثقافية التعليمية السياحية وتجويد الحكامة البيئية، بالإضافة إلى تطوير وتبادل التجارب والخبرات. هذا يوم تاريخي بالنسبة لمدينة العيون وبلدية العيون. هذا التوقيع الثاني مع جماعة من جماعات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة لنا إنجاز كبير جدا، ولا بالنسبة للمملكة المغربية على العموم. وهذا يجعل مكانة أقاليمنا الجنوبية في الأولويات ديال الولايات المتحدة الأمريكية. نضع أنه التوقيع ما جاء من ذيك الحال. الولايات المتحدة الأمريكية ماش يقود من ذاك الشيء اللي قالت، ولا له هو الحكم الذاتي تحت السيادة المملكة المغربية واعترافها بالسيادة ديال الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وهذا يعزز ذا كامل، يعزز ذا المشوار ذا هو. والحمد لله كان اليوم توقيع بيننا وهو توقيع ناجح، ولا راد الله لأن نطوروا علاقتنا معهم أكثر وأكثر ونجيبوا مدن ثانية اللي تدير معنا توأمة، لنطوروا إلى راد الله باش نجيبوا مدن أخرى باش يكون هنا التبادل، فيه التبادل كل شيء السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلى راد الله، والتكوين كل شيء في هذا الموضوع. هذا مهم للساكنة ديال مدينة العين.
زيارة الوفد الأمريكي تأتي في إطار تجسيد قرار الولايات المتحدة الأمريكية في دجنبر من سنة 2020 القاضي بالاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، قرار شرع الباب أمام تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مدن أمريكية ومدن مغربية بالأقاليم الجنوبية وتطويرها في جميع المجالات. أكد الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي خافيير كولومينا اليوم الأربعاء بالرباط أن المغرب يظل فاعلا لا محيد عنه في مجال الأمن، واصفا المملكة بالشريك المهم جدا بالنسبة للحلف الأطلسي. وقال السيد كولومينا في تصريح عقب مباحثته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إن المغرب شريك مهم جدا بالنسبة لنا، إنه فاعل لا محيد عنه عندما يتعلق الأمر بالأمن. لنتابع. المغرب شريك مهم للغاية بالنسبة لنا، هو فاعل لا محيد عنه عندما يتعلق الأمر بالأمن ومحاربة الإرهاب. هذا هو السبب وراء رغبتي في القدوم إلى المغرب في أسرع وقت ممكن. أجريت محادثات مع الوزير، تحدثنا عن فرص التعاون وسبل تعميق التعاون المشترك بيننا، التعاون السياسي كما العسكري. كما تعلمون المغرب واحد من حلفائنا عبر المنطقة المتوسطية، والمغرب كان دائما عضوا نشيطا في هذا النسق، وبصفة الممثل الخاص للأمين العام لحلف الشمال الأطلسي للجوار الجنوبي وخلال زيارة هذه تباحثت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل إيجاد حلول مشتركة، خاصة في التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والأمن البحري والهجرة. إلى سمرة حيث قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة المؤسسات السجنية بزيارة تفقدية للسجن المحلي بسمرة ومعاينة الوضع الداخلي للمؤسسة والاطلاع على واقع السجناء بهذه المؤسسة. جولة الوفد شملت كل المرافق الداخلية للمؤسسة السجنية والأجنحة المتواجدة بها والتي من بينها جناح الأوراش المهنية التي توجد بالسجن من قبيل ورش الإعلاميات والحلاقة والخياطة والكهرباء والميكانيك والتكوين المهني، حيث قدمت شروحات حول مختلف الأوراش المذكورة. الزيارة التي تقدمها عامل الإقليم عبرت من خلال اللجنة عن ارتياحها إزاء الأوضاع الصحية والغذائية والمهنية لسجناء السجن المحلي. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمنصة الشباب بوجدور لقاء تواصليا حول موضوع تعزيز دور المرأة القروية ركيزة للتنمية المستدامة والتمكين الاجتماعي. بريكينا العروسي ومحمد شارو والتفاصيل. نساء مقاولات وكفاءات محلية مهتمة بالتمكين الاقتصادي للمرأة في لقاء تواصلي خصص لتبادل التجارب والخبرات حول الدور الحيوي للمرأة القروية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لقاء ناقش تحديات وفرص التمكين الاقتصادي للمرأة واستعرض السبل الممكنة لدعم المشاريع النسائية وتعزيز قدراتهن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية اللي هي ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللي كتمت 74.4% من نشاطات المغرب بالمقارنة مع 31% من نساء المدينة، استراتيجية المغرب لهذه الركيزة الأساسية أعطاها واحد الأهمية كبرى في المجال القروي حيث حسن ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وساهم في النهوض بوضعيتها وتشجيع خلقها مقاولات. خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الجهود المتواصلة لدعم المرأة بشكل عام والقروية بشكل خاص باعتبارها عنصراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، حاول مؤطره بسط النقاش حول سبل تقوية فرص عمل النساء القرويات وتطوير المقاولة لدى النساء ومواكبتهن في تسيير المشاريع.
كان اليوم لقاء تواصلي في منصة الشباب، كيعرف مجموعة من النساء القرويات والإكراهات اللي واجهوا والإيجابيات اللي في سوق الشغل، وحاولنا نعرفوا بزاف ديال المشاريع اللي كاينين هنا في بوجدور وداخل بوجدور وخارج بوجدور، والمشاكل اللي واجهوا والإيجابيات باش حاولوا أنهم يطوروا المشروع ديالهم. لليوم المرأة، لليوم العالمي للمرأة، كنا نناقشوا فيه ياسر من المواضيع، من المواضيع اللي جبرنا من البداية، لإكراهات اللي كنا جبرنا من البداية واللي وصلنا له الحمد لله النتيجة اللي وصلنا لها. الحمد لله جبرنا إكراهات في البداية ولا بد، ومن الحمد لله الإكراهات عانينا من ياسر من الإكراهات، غير ولك الحمد توصلنا الحمد لله، لأن نبنو مستقبل احنا كجمعيه نسائيه في ذا التعاونيه اللي هي. الحمد لله استفدنا منها يا ربي، رانا حامدينك ياسر من الخير، استفدنا منها الوكالات والفقسات، الدجاج الحمد لله نفقسو، البيض نفقسو والدجاج نبيعوه، يا ربي رانا حامدينك، هذا ياسر من الخير فضل الله تبارك وتعالى. المبادره حق عاونتنا وساعدتنا والله، والله اللي ساعدتنا يجزيها ويكفيها ان شاء الله بالخير والاحسان، وهي اللي تعاونت معنا في ذا اللي ذا هوايا بالفقاسات وبالشرابات والوكالات. هذا وتسعى المبادرة الوطنية لتنمية البشرية من خلال تنظيمها لمثل هذه اللقاءات لتسليط الضوء على تجارب ناجحة لنساء قرويات نجحن في تحويل أفكارهن إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحسين ظروفهن المعيشية والمساهمة في التنمية المحلية. وكما أشرنا إلى ذلك في العناوين، مؤهلات طبيعية هامة وفرص واعدة للاستثمار في القطاع الفلاحي تجعل من هذا القطاع عنصرا هاما في المنظومة الاقتصادية لجهة الداخل وادي الذهب. التقرير التالي يحدثنا عن أهم المعطيات والمستجدات الخاصة بالقطاع الفلاحي على الصعيد الجوي مع محمد الفيرس بكاميرا محمد يدأسة. من ضمن الخصائص المرتبطة بالقطاع الفلاحي على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب، موارد بشرية هامة وإمكانيات هائلة لإنتاج الطاقات النظيفة والموقع الجغرافي المتميز بالنظر لقرب الجهة من القارة الأفريقية. بلغة الأرقام، هناك حوالي 13 مليون هكتار من المراعي و100 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، منها 1100 هكتار مسقية، فضلاً عن وجود فرشة مائية ارتوازية على عمق يتراوح ما بين 300 و 600 متر. ودرجات الحرارة كذلك المعتدلة اللي كتميز هذه المنطقة مع فترة ضوئية عالية تؤهلها باش يكون عندها مستويات مهمة على مستوى الإنتاجية، بحيث أن الإنتاجية ديال الطماطم تتجاوز 120 طن للهكتار، بالنسبة للبطيخ تتجاوز 60 طن للهكتار، وبالنسبة للفواكه الحمراء تتجاوز 15 طن للهكتار. كما تتوفر الجهة على قطيع حيواني مهم يتكون من 40 ألف رأس من الإبل وحوالي 70 ألف رأس من الأغنام والماعز. مخطط المغرب الأخضر حقق عددا من النتائج والتي وصفها المسؤولون عن القطاع الجهويا بالإيجابية، خصوصا على مستوى مشاريع الدعامة الأولى والتي استفاد منها منتجو البواكر، والدعامة الثانية المخصصة للفلاحة التضامنية. حفاظا على هذه المكتسبات، تشمل مشاريع المخطط الجيل الأخضر على مستوى الجهة إنشاء جيل جديد من المقاولين الشباب من خلال إحداث 100 استغلالية فلاحية وخلق 42 مقاولة في الخدمات الفلاحية والشبه فلاحية والرقمية، فضلا عن تعزيز النجاعة المائية الطاقية. نقوم بتعزيز النجاعة المائية والطاقية من خلال الرفع من المساحة المسقية إلى حوالي 6500 هكتار من خلال مشروع تحلية مياه البحر اعتمادا على الطاقة الريحية المندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذلك من خلال تحفيز على استعمال الطاقة الشمسية لسقي حوالي 1200 هكتار. مهمة جدا، أكبر دليل وهو المال هي وصل للداخل، هذه الانقطاعات اللي كانت تشوفوا لا كاناليزاسيون من بلاكة 111 هي قربت توصل للداخل،
والكهرباء كذلك يعني اللي كاين كل شيء طاقة متجددة، لا بالنسبة للماء تحلية ماء البحر ولا بالنسبة للكهرباء. إذن هي مهمة جدا، ولكن اللي ما زلنا نلتمس دائما من الحكومة ومن وزارة الفلاحة إشراك أولاد الجهة في هذه المشاريع. يخطو القطاع الفلاحي خطوات متقدمة نحو تكريس مكانته داخل النسيج الاقتصادي الجهوي بموازاة مع ما تتيحه الأوراش التنموية الكبرى بالجهة من إمكانيات واعدة، خصوصا على مستوى مشروع الميناء الأطلسي والذي سيوفر فرصا للتسويق والانفتاح على أسواق عالمية متعددة، مع ضرورة مضاعفة الاهتمام بتأهيل ودعم العنصر البشري من أبناء المنطقة الراغبين في التوجه نحو القطاع الفلاحي كمستثمرين وفاعلين مهنيين على حد سواء. إلى بوجدور، حيث نظمت الهيئة الإقليمية للتخييم بشراكة مع المجلس الإقليمي لبوجدور والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب بالمدينة، نظمت حفلا ختاميا للمخيمات الصيفية برسم صيف 2024. الحفل عرف استعراض حصيلة المخيمات الصيفية على مستوى الإقليم، إلى جانب فقرات تربوية بمشاركة الجمعيات التي شاركت في المخيمات الصيفية الأخيرة. الحفل تميز بتكريم عدة شخصيات عرفانا للخدمات التي قدموها من أجل إنجاح العملية التخييمية لصيف 2024. المبادرة القيمة المخيم الصيفي بإقليم بوجدور عرف مشاركة مجموعة من الجمعيات التربوية والتي بلغ عددها 10 جمعيات بمعدل 50 مقعد لكل جمعية. هذا الحفل جاء كاستعدادا للمخيمات الصيفية ل 2025، واللي نتمنى ان شاء الله يعني يكون تكون العملية احسن من سابقا. المخيمات الصيفية 2024 اللي نظمته الهيئة الإقليمية للتخييم بوجدور، واللي هي الشريك وفاعل اساسي مع المجلس الإقليمي لبوجدور كيعرف الجميع، اللي نظمت المخيمات الصيفية، نقل أطفال المخيمات الصيفية نحو مدن المملكة، واللي الحمد لله كان واحد الحفل اللي شفنا فيه واحد المجموعة ديال الحصيلة كاملة ديال المخيمات الصيفية برسم 2024، وطالعنا على مجموعة من الإكراهات والمشاكل اللي يعاني منها هذا، والحمد لله اللي اليوم انتقل العدد من 350 برسم السنة الماضية ل 500 مستفيد برسم هذه السنة. رياضيا، وصلت منافسات بطولة إفريقيا للأندية البطلة المقامة بمدينة العيون لمرحلة النصف النهائي، حيث تتميز بمواجهات كبيرة بين النادي الأهلي والزمالك ذكور، إلى جانب ممثل كرة اليد الوطنية منتدى درب السلطان الذي سيلاقي فلاورز البنيني، إضافة إلى مباريات السيدات. والمزيد من التفاصيل في متابعة محمد بتاح بكاميرا المختار خية. تعتبر كأس إفريقيا للأندية البطلة لكرة اليد من البطولة المرموقة، وفي نسختها 45 وصلت المنافسات إلى دور النصف النهائي بتأهل الأهلي المصري بفوزه في كل المباريات وبإحصائية مهمة بتسجيل 183 هدفا ودخول مرمى 57 هدفا، وسيواجه الزمالك المصري الذي سجل 157 هدفا ودخلت مرمى 77 هدفا. وتعتبر هذه المواجهة نهائي مبكر لهذه البطولة، والإحصائيات الخاصة للمباريات السابقة بين الفريقين كانت الغلبة للزمالك المصري بفوزه ب 29 مباراة مقابل 19 هزيمة و6 تعادلات، إلى جانب مواجهة منتدى درب السلطان وفلاورز البنيني، مواجهة تعيد بالشيء الكثير لفريقين سجل أكثر من 100 هدف. وتعتبر هذه المواجهة تاريخية لمنتدى درب السلطان في أول مشاركة له بالبطولة الإفريقية، حيث سيكون مساندا بالجماهير بحثا عن مقعد لممثلي كرة اليد الوطنية في المباراة النهائية لهذه النسخة بالعيون، مع إجراء مباريات النصف النهائي للسيدات بمقابلات قوية. الأولى تجمع بين الجمعية الرياضية النسائية الساحل
التونسي وأوطه الكونغولي. أما قمة هذا الدور تجمع بين الأهلي المصري وبيترو أتلتيكو لواندا الأنغولي، ويبحث الفريق المصري عن أول فوز بعد 4 هزائم مع بطل النسخة الماضية، وسوف تجرى المقابلات في القاعة المتعددة الاختصاصات بالعيون، وستتميز بالندية والإثارة بحثا عن مقعد في المقابلة النهائية. إلى طنطان، حيث نتابع الدورة التكوينية التي همت مدربي كرة القدم والتي أشرفت على تنظيم العصبة الجهوية لكرة القدم بتنسيق مع جمعية قدماء لاعبي النهضة الصحراوية لكرة القدم، والمزيد من التفاصيل مع حافظ محدار وعبد الرحيم حاجي. أطر تقنية ومدربين حاصلين على دبلومات من صنف B/C/D من المحسوبين على عديد أندية كرة القدم بجهة إقليم وادرون يستفيدون من هذه الدورة التكوينية الاستدراكية التي أشرفت عليها الإدارة التقنية الجهوية للعصبة بحضور مؤطر معتمد من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. يأتي هذا النشاط يعني تتمة لمجموعة من التكوينات اللي عرفت شملت يعني مجموعة من الفئات ولا مدربين تقنيين الحاصلون على دبلوم بي والسي والدي، وهذا يأتي في طرف واحد البرنامج اللي هو برنامج معمق اللي من طرف اللجنة الجوية التقنية لعصبة جهة إقليم وادنون. هذه دورة مهمة جدا لأن فرصة لإعادة تكوين والمراجعة ديال الدروس السابقة والعمل والخدمة الجديدة اللي طارية على صعيد تدريب الفئات الصغرى حتى الفئات الكبرى. دونك من هذه فيها دروس نظرية خاصة كيفاش كنتعاملوا في الحصة التدريبية ديال الموديل ديال الكاك، وفيها من خلال عمل تطبيقي. الدورة تأتي في سياق المحطات التكوينية التي تفعل تدخلات العصبة الجهوية لكرة القدم من أجل الرفع من قدرات العضلة التقنية الجهوية وتمكينها من مستجدات الحقول والجوانب التقنية التي تعزز مكتسبات المدربين. دورة تكوينية هي تكميلية وغوسيكلاج لما سبق من الدورات اللي كنا دوزنا ديال الدي والسي وكذلك بي. فاليوم الصباح كانت عندنا دروس اللي هي نظرية، واليوم كيف ما كتشوفوا عندنا براتيك وسط الملعب، وهذه الدورة كتجي في إطار تتبع اللاعبين السابقين وكذا الحاصلين على الدبلومات سي وبي ودي كاب. دوزنا واحد البرنامج التدريبي عبارة عن مراجعة لمجموعة من لي تيم اللي دوزنا، سواء المدربين اللي عندهم حاصلين على الدبلوم دي ولا اللي عندهم دبلوم سي ولا اللي عندهم دبلوم بي. درنا داك الشيء نظري وتطبيقي داخل الملعب وفي لاصال. بالنسبة لنا هذه الفورماسيون هذه إعادة الهيكلة لهاد المدربين بالإقليم طنطان للاستفادة من خدمات ديالهم إن شاء الله في داخل الملاعب الفئات الصغرى ولا الفئات الكبرى. صراحه كنا كنعانيو من مثل هذه البوادر هذه ديال النجاح لهذه الدوره التكوينيه. دوره تدريبيه تنزل استراتيجيه الجامعه الملكيه المغربيه للعبه كره القدم في اطار تدابير تجويد هذه الممارسه الرياضيه عبر تاهيل قدرات الاطر التقنيه الوطنيه. صور نهاية النشرة تنقلنا إلى منطقة غويات العراض التابعة لجماعة إملي للصور بعدسة وتوظيب الزميل محمد يدأس. Thank you.
الزميل محمد نوار، ومن خلال تقريره التالي يطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: بدأت العديد من الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي تدعو دولها لسرعة معالجة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية في ظل شعور بالخوف من فقدان حليف استراتيجي ودخول دول أخرى على الخط لاستغلال هذا الفراغ بغرض دعم تعاونها مع المغرب. وفي هذا السياق دعا النائب البرلماني الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني إلى الإسراع بانعقاد لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لمناقشة القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب. وقال مارياني: الوزير الفرنسي السابق في تدخل له داخل البرلمان الأوروبي نشره على حسابه بموقع إكس إنه يجب أن تنعقد لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي بشكل عاجل لتناول الكلمة في القضية في أقرب وقت ممكن لاستعادة العلاقات مع المغرب الشريك الاستراتيجي. أكد الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي خافيير كولومينا أول أمس الأربعاء بالرباط أن المغرب يظل فاعلا لا محيد عنه في مجال الأمن، واصفا المملكة بالشريك المهم جدا بالنسبة للحلف الأطلسي. وقال كولومينا في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة: إن المغرب شريك مهم جدا بالنسبة لنا، إنه فاعل لا محيد عنه عندما يتعلق الأمر بالأمن. وأشار المسؤول السامي في حلف شمال الأطلسي أيضا إلى أن المملكة فاعل رئيسي في مجال مكافحة الإرهاب مبرزا التعاون العملي الذي يجمع الطرفين. كما سجل كولومينا أنه بحث مع بوريطة الفرص والسبل الكفيلة بتعميق التعاون الممتاز القائم بين حلف شمال الأطلسي والمملكة على المستوى السياسي والمدني والعسكري، مذكرا بأن المغرب عضو في الحوار المتوسطي الذي يعد منتدى للشراكة يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في حوض المتوسط بأكمله. وأوضح أن زيارته للمغرب، وهي الأولى بصفته الممثل الخاص للأمين العام لحلف شمال الأطلسي للجوار الجنوبي، ترم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المخاطبين الرئيسيين في المنطقة من أجل محاولة إيجاد حلول مشتركة، مستحضرا في هذا السياق التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والأمن السبراني والأمن البحري والهجرة. تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع تقرؤونها في عدد يوم غد من الجريدة. صحيفة برلمان كومان الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمس الأربعاء بنيويورك أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية حل يتطلع إلى المستقبل، في حين أن موقف الجزائر يظل حبيس رؤية ماضوية. وشدد هلال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن المغرب ومن خلال تقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن سنة 2007 راهن بشكل جريء على حل تفاوضي غير مفروض وحل شامل وغير جزئي وحل يتطلع إلى المستقبل وليس حبيس رؤية ماضوية. وأشار إلى أن المبادئ والقيم التي تحكم ميثاق المستقبل الذي تبنته مؤخرا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدعو إلى عالم أكثر سلما وأكثر إنصافا وأكثر استدامة، وتعبر عن التصميم الجماعي ليس فقط على حل النزاعات القائمة بل أيضا على بناء مجتمعات صلبة وقادرة على العيش بسلام ومواجهة التحديات المستقبلية بشكل جماعي. وأبرز السفير أن هذه المبادئ والقيم هي نفسها التي اعتمدتها المملكة المغربية لتسوية النزاع حول صحرائها على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا أن هذه المبادرة تمثل خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه وهو مكرس اليوم في روح ونص ميثاق المستقبل. تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع تقرأونها في موقع الجريدة. صحيفة لوتروسون سوسونت الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: جرى يوم أمس الأربعاء التوقيع على مذكرة تفاهم لاتفاقية توأمة بين جماعة الداخل ومدينة كولومبوس بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف توطيد علاقات الصداقة والتفاهم والشراكة في مختلف المجالات. وقع على هذه الاتفاقية الراغب حرمت الله رئيس المجلس الجماعي للداخل وعمدة مدينة كولومبوس أندرو جينتر بحضور والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعمدة أري
إيرلينغتون بتكساس جيم روس بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين. وفي تصريح للصحافة قال عمدة كولومبوس الذي يشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر عمداء مدن الولايات المتحدة أنه سعيد جدا للتواجد لأول مرة بمدينة الداخلة والتعرف على الشعب المغربي من أجل نسج علاقات مهمة للغاية، مثمنا عاليا الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس بخصوص التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سيد محمد محمود الترسالي عن عمر يناهز 76 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات الفقراء. الفقيد كان أحد شيوخ القبائل الصحراوية، وقد عرف قيد حياته بالكرم وحسن الخلق وطيب المعشر وإصلاح ذات البين والوطنية الصادقة والدفاع عن مقدسات الوطن. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مبارك عياش محمد سعيد عن سن تناهز 93 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أصبوية. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة المكاوي من صالح ولا المختار عن سن تناهز 62 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة إيتوسا إمغلعية. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة سكينة الرنة بنت محمد ولا مبارك لدخن عن سن تناهز 39 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بعيطة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث من المتوقع أن يظل الطقس مستقرا ومشمسا بالمنطقة مع سماء صافية إلى قلية السحب على العموم. هذا إلى تسجيل نسبة درجة حرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع. مقاييس درجات الحرارة نستلها من العاصمة الرباط، ومن المتوقع أن تسجل 25 مئوية. 25 كذلك بسيدي إفني، 33 بآسا، 31 بالصاك، 32 بسمارة، 30 بالعيون، و 26 بطرفايا. خمس وثلاثون بالقويرة، 31 بالدخلة. بالنسبة لحالة البحر على طول السواحل الجنوبية للمملكة سيكون قوي الهيجان، وعلو الموج سيصل إلى 3.5 أمتار بحول الله تعالى. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى مدينة العيون سيكون على الساعة 8 والدقيقة والساعة 7 والدقيقة 55، أما غروبها فعلى الساعة 7 والدقيقة 22. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن والعواصم المجاورة لبلادنا: 40 بنواذيب، 38 بتودني، 41 بنوكشوط، و 32 من المتوقع أن تسجل في العاصمة المالية باماكو. إلى التذكير بالعناوين: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصدر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، ويوصي مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة المينوسو لمدة 12 شهرا وعلى غرار السنوات، كما يستعرض المستجدات التي عرفت قضية الصحراء المغربية على الصعيدين المدني والدولي. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يؤكد أن دينامية الدعم متنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة من أجل مستقبل الصحراء المغربية. وتابعنا ضمن النشرة توقيع اتفاق توأمة بين جماعة العيون ومدينة إيرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية تهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة خاصة في القطاعات الاقتصادية الثقافية الفنية التربوية السياحية والبيئية. وتابعنا ضمن النشرة أيضا مؤهلات طبيعية واعدة للقطاع الفلاحي بجهة الداخلة وادي أذاب تجعل منه ركيزة أساسية لتنمية السوسيو اقتصادية بالجهة. ختام النشرة، إلى اللقاء.